كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أنا الأخ ديال أسامة الطالبي، الحالة ديالو مسكين، خرج من الدار في واحد الوقت يعني 11 ديال النهار، مشى البحر تقريبا، وصل الوقت ديال 3 ديال العشية، هيدا 3:30، كانوا مع الأصدقاء ديالو، هذيك شبروا ديك الأصدقاء اللي كانوا معاه، جمعوا الحويجات ديالو ومشاو فحالهم، وخلاو خايف وسط البحر. يعني من وصلت 3 كاين تما ديك العسكر اللي تمايا عندهم واحد يعني واحد الوقت محدد. وصلت 5 ديال العشيه، يعني عاد وصل الخبر ديال العسكر، ديك العسكر اللي تمايا وصل 5 ديال العشيه، الا ما خرجش يخرج واحد ناقص راه كيعلموا به، علموا به 5 ديال العشيه، يعني من 5 ديال العشيه 6-7 يمكن يوصل الخبر عند المسؤولين. انا وصل لي الخبر تن 8 ديال العشيه، 8 ديال الليل، يعني 8 ديال الليل غاد هوت، غادي نوصل للوالد، عاد وصلت للوالدين، عاد غادي نوض نتحرك. يعني فهنايا ملي نوضنا باش نتحركوا حنايا، يعني المسؤولين ما وقفوش معنا، ما عملوا معنا حتى شي حاجه، حتى حاجه ما عملوا معنا، ولا فتوت ما عملوا معنا في ديك الليله هذيك. عيشي الناس الله يجازيهم بخير، في الناس من الجمعيه، هما اللي تكلفوا بالمسائل هذه وهذيك، لا ما خلوهمش حتى بقينا كنعملوا شكايه مور شكايه، عاد يعني واحد شويه طلقوا لهم، علاش انا الناس اللي دخلوا جبدوا خير، حتى واحد يعني عندك الوقايه المدنيه اللي مكلفه تما واحد 3 ديال الدراري، اما اللي دخلوا جبدوا خير واحد النسبه كبيره ديال الدراري، شي 10 ولا 15، ولا كانوا طلقوا لهم راه كانوا يدخلوا حتى 50 واحد يبقشوا على خايف وسط البحر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.